Thank you.
احنا النهاردة احتفلنا بتذكار شهادة القديس الأمير توادروس المشرقي شفيع الدير بتاعنا هنا. احنا في شرق هولندا دلوقتي، في منطقة شرق هولندا. الدير القبطي بيقع في منطقة هادية وواسعة وجميلة، وهو دير يعني خدناه من الكنيسة الكاثوليكية من حوالي سنتين وشوية أو ثلاث سنين أهو. ومن يوم ما ابتدينا فيه والحياة الرهبانية مستمرة، في تسبيحة كل يوم، في قداسات، وفي حياة روحية متكاملة. في ثلاثة من الأباء الرهبان موجودين فيه باستمرار، قدس أبونا ماكسيموس البراموسي، قدس أبونا أبولو البراموسي، وأبونا يوئيل البراموسي، وأحيانا بيجي يخدم معانا في أمستردام. والدير متكامل من الناحية المعمارية، كله متكامل، في كنيستين وفي مايدة وفي مطبخ وفي مخزن وفي قاعة محاضرات وفي ألالي للأباء الرهبان وفي بيت خلوة وفي ضيافة وفي استقبال، متكامل من كل ناحية. وحاليا في إقبال عليه شديد جدا من شعبنا القبطي في هولندا وألمانيا، برضو تيجي مجموعات كبيرة تزور الدير وتاخد بركته. وحسينا من يوم ما ابتدينا في هذا المكان انه يعني في بركة روحية وفي انجذاب روحي وفي عمل روحي ربنا في هذا المكان. احنا بنشكر ربنا على هذه البركة، واحتفلنا النهاردة احتفال جميل، والأطفال والشباب أسعدونا بالترانيم والألحان الجميلة اللي رنموها. وبنقيم الاحتفال ده في كل سنة في يوم 20 يناير، اللي هو تذكار نياحة استشهاد القديس الأمير توادروس المشرقي. كل سنة وانتم طيبين.